مكانة القضية الفلسطينية لدى مصر هي يعني قديمة الحقيقة، يمكن احتلت كمان هذه القضية مكانة مهمة جدا في السياسة المصرية. خلينا نعرف مع حضرتك أبرز المحطات اللي مرت بيها المساندة السياسية للدولة المصرية لهذه القضية، القضية الفلسطينية بكل تأكيد. صباح الخير على حضراتكم وعلى مشاهدينكم الكرام. في الحقيقة مصر بتعتبر القضية الفلسطينية قضية أمن قومي لمصر نفسها، يمكن من قبل حتى حرب 48. يعني لازم ما ننساش إن الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الشهير هو عاش شبابه ودرس في جامعة القاهرة كلية الهندسة وتخرج منها قبل حرب 48، وده كان دليل على عمق العلاقات بين مصر وفلسطين حتى قبل حرب 48. ثم ما ننساش ان الجيش المصري دخل فلسطين في حرب 48، وحتى الزعيم جمال عبد الناصر اشترك في الوقت ده قبل طبعا الثورة 23 يوليو، اشترك في الدفاع عن فلسطين وتم محاصرة كتيبته في الفلوجة، والفلوجة دي شمال غزة. وصمد الزعيم جمال عبد الناصر حتى بعد انتهاء الحرب. أيضا ما ننساش الدور المصري في إدارة قطاع غزة بعد حرب 48. الجيش المصري كان حافظ على قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي، فقال القطاع غزة إلى الإدارة المصرية، ومصر أدارت قطاع غزة من سنة 48 حتى الاحتلال الإسرائيلي في 67. مصر أدارت القطاع، وكان الطلاب بتوع غزة بيدرسوا في الجامعات المصرية، والنظام التعليمي المصري في المدارس يمتد إلى غزة. وحتى بعد الاحتلال الإسرائيلي في 67 مصر ما تخلتش عن دورها تجاه فلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص، واستمر تعليم أبناء غزة حتى وهم تحت الاحتلال الإسرائيلي بيتم في مصر، واستمر دعم مصر إلى قطاع غزة. ثم اللحظة التاريخية المهمة بعد مفاوضات أوسلو والوصول إلى اتفاق غزة أريحة، مصر والرئيس الأسبق مبارك اصطحب ياسر عرفات اللي هو أصله غزاوي بس كان عايش في مصر زي ما قلت لحضراتكم، اصطحبه حتى بوابة رفح وسلم عليه وقال له إيه مبروك عليكم العودة إلى الوطن. وكان ده تأكيد على استمرارية الدور المصري، ده فضلا عن دعم مصر للقضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية وحتى في الاعتداءات المتكررة من جانب إسرائيل عبر السنوات الأخيرة على قطاع غزة. مصر كانت هي مفتاح الحل في كل هذه الاعتداءات وإيقاف هذه الحروب وبعد ذلك إعادة إعمار غزة بشكل رئيسي.